سلام الله على جمع الحضور وعلى الشعار وشيوخ القبائل. يا مهدي جمايل اكبت البحور، يلا قدنا على رد الجمايل. يا مرحبا، الله يحييكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. مساكم الله بالنور. كيف أنتم طيبين؟ طيبين يا مرحبا. وفي ما سويتم؟ الله يبارك فيك. يا سلام الله على جمع الحضور وعلى الشعار وشيوخ القبائل. يا مهدني جمايلك مثل البحور، الله يقدرنا على رد الجمايل. عليك زود. احتزم بنا في فرح ولا سرور، احتزم بنا يا مهدني والراس طايل. صفنا لا قد البندق يثور، صفنا لا قد البندق يثور، صبيان الصعوب أهل الهواي. والتحية لا لعيسى والحضور، والتحية لا لعيسى والقبائل. عليكم زود، الله يحييكم يا مرحبا. الله يسلمكم، تبقون وتعفون. خدمة للمطالب قدموني أخدمهم بالكلام، الله يوفقهم ويعافيهم. الأمر اللي يثنى واللي حضرنا علشانه، وصلتنا دعوة كريمة من الشاعر مهدلي العارجي موجهة لقبائل المسيح، وأيضا دعوة أخرى موجهة للشيخ أحمد بن علي الحقوي الذي يشاركنا في الصف. مرحبا بكم. لما بيننا وبين الشاعر مهدلي من أخوة وصداقة ومجورة من سنين قديمة، حضرنا مشاركين ومباركين ومهنين، ومعنا معونة 17,300 ريال، اللي هي كثيرة وانت تستاهلها يا مهدي، واللي هي قليلة فالعلوم الغانمة اللي بيننا وبينك سمنها وتوفيها وسلامة الجميع. في البداية أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، إني في هذا المقام لأشرف وأفتخر وأعتز وأعتبر نفسي ولدا وابنا من أبناء مسلية، فقد ولدت في مسلية وعشت في مسلية وتربيت في مسلية وتعلمت في مسلية. وحقيقة كل من أرى في هذا الصف، كبيركم والد وصغيركم أخ، أيضا الشيخ والقدوة الشيخ أحمد بن علي الحقوي وجمال علينا كبيرة ويجمل المكان اللي وصل، أخي وصديقي وعضيدي الأخ يحيى بن مسدف قنعان بحري الذي وقف هذا الموقف المهيب وجعلني أعتز وأفتخر بين قبائلي أني عشت بين أبناء مسلية ووقفوا هذه الوقفة العصماء. فالله يشكر لكم سعيكم الذي سعيتموه، وحقيقة تتفلت مني الكلمات ولا أجدني شاعر في هذا المقام، بل أجدني أقلا منكم في الكلام وأضعف منكم في المقام، نيابة عن قبائل السادة الخلاوية وتوابعها يتقدمهم الشيخ والرمز السيد عمار بن حمد أبو الراس شيخ شمل قبائل السادة وتوابعها، أيضا شيخ قبيلة العوارجة الشيخ مشعوي بن محمد بن إبراهيم العارجي، وأيضا جميع مشايخ السادة من البحر إلى الجبل، نرحب بكم أجمل ترحيب. هم يرحبون بكم، أما أنا فأنا ابنكم. أنتم مطيبين في هذا المقام، عطاكم وافي وأنتم مجملين، والله يحييكم ويا مرحبا، والله يقدرني على رد الجميع. يا مرحبا، الله يبارك فيك، يا مرحبا، يا مرحبا، مبروك.